كل من ساهم في إنجاح هذا التجمع وهذا الحضور المبارك. نشكر كل من لجنة التنمية الاجتماعية في ضمد على مساهمتها الفاعلة في إنجاح هذا العمل، كما نشكر بلدية ضمد وإدارة مياه ضمد على مساهمتها الفاعلة بالمسح والرش وفعل كل ما هو مستحيل لإنجاح هذا الحضور وهذه الليلة وهذا الفطور الجماعي الذي ليس له قصد إلا الاجتماع والمحبة وتوثيق أواصر اللقاء. يا عمر خلك معايا هي الحجاب الحاسم عبد الله احمد محمد معاه فضل يحيى عبد الله هاشم فضل محمد احمد الضمدي محمد كما نشكر مجموعة مسار الفنية ونشكر لتغطيتها هذا العمل وهذا الحفل.